عليكم ورحمة الله وبركاته. المستشار محمد عطية يسخر من اجتماعات رموز الزمالك. سخر المستشار محمد عطية عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي من فكرة اجتماعات رموز نادي الزمالك. هذه هي الاجتماعات التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، والتي تتم سواء في مقر الزمالك أو في أماكن أخرى. سخر المستشار محمد عطية منها، وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب المستشار محمد عطية قائلا: أنا هشوف رموز الكرة عندنا هيقولوا إيه وهعمل عكسهم، وأنا مطمن ومن غير ما أفكر. باب الترشح للانتخابات في القلعة البيضاء فتح اليوم لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة. فعلا كلامك مظبوط يا سيادة المستشار. الرموز عمرهم ما عملوا حاجة لنادي الزمالك تفيد نادي الزمالك. الرموز طول عمرهم بعاد عن نادي الزمالك، كل اللي بيعملوه بس انهم يقعدوا في استديوهات التحليل يحللوا على ماتشات الاهلي، يحللوا على ماتشات الزمالك، حتى لما بتبقى في ضربة جزاء مستحقة لنادي الزمالك، وده حصل في اكتر من ماتش، ما يقدرش حازم امام الكبير يفتح بقه، لان هو كده مش هيلبس الكرافتة ويطلع في الاستوديو وياخد الظرف، ما يقدرش، فلازم يسكت خالص قبل ما يطلع مع سيف زاهر. اذا كان هو ولا الفيلسوف ايمن يونس اللي ما نسمعش منه غير كلام، هو ما بيعملش حاجة غير انه هو بيتكلم بس، لكن بيعمل حاجة ما بيعملش حاجة. فهو احنا مش عايزين واحد يدير نادي الزمالك يقعد يتكلم وخلاص، احنا عايزين واحد راجل، وما فيش في رموز الزمالك للأسف رجالة. هنعمل ايه بس؟ ولا رجالة ولا بطيخ زي الأستاذ خالد أبدوسري ما هو قال. ما فيش في نادي الزمالك ولا رجالة ولا جعجعة ولا بطيخ.